أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم افتح قلوبنا بنور القرآن، واحفظنا بحفظك كما حفظت به أرواح المؤمنين. اللهم احفظنا عن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو النور يدخل في كل الاتجاهات، فكان يدعو يقول اللهم أعطني نورا، اللهم ارزقني نورا في عن يميني وعن يساري، وارزقني نورا من فوقي، وارزقني نورا من تحتي، وارزقني نورا من أمامي، وارزقني نورا من خلفي، وارزقني نورا في عظامي وجلدي، لدرجة أنه يعني لسه بده يقعد يعد الأعضاء الجسم لحتى الله سبحانه وتعالى يدخل النور، لأنه والله إذا ما كنت عايش بالنور المنحرفين كتار بأسماء شتى. فالله سبحانه وتعالى يرزقنا نشوف الحق ونتبع. في منا كتير من احنا بنعرف الحق بس ما بنتبعه، ونحن ما رح نسأل عن أفعال الآخرين، رح نسأل عن أفعالنا نحن شو ساوينا. فإن شاء الله تعالى بنحاول أنه نحن من نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب مفتوح سليم. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى بهالجمعة البسيطة اللي نحن اجتمعنا فيها، الله بيوعد إنه بينزل ملائكة رحمة علينا وعلى بيوتنا، وبتدخل في بيوتنا والملائكة بيعملوا حلقات حوالينا. شو بيجيبوا معهم؟ بيجيبوا معهم الرحمة والسكينة. والله السكينة غالية، السكينة والطمأنينة. إذا الله ما نزلوا علينا والله ما بتقدر تجيب سكينة وطمأنينة، وتصير تعيش على حبوب نوم تنام عليها وتفيق عليها مثل مايكل جاكسون، مثل الناس التانيين اللي بيناموا وما عاد بيفيقوا لأنه ما بيقدروا، ما بيهدى قلوبهم شو ما كان انفعالاتهم. هدوء القلب والسكينة هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الله ذكرها عدة مرات كلمة السكينة في القرآن. أبي بكر الصديق كان قاعد مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة في غار ثور، صح؟ وهنن بالغار وكانوا ملاحقين، مثل ما قلت اللي بيدعي للدعوة بده يتلاحق، كانوا ملاحقين وحطوا 100 جمل على راس أبي بكر أو محمد حيا أو ميتا. فالناس كلها طلعت ما همهم هنن، والله يعني ما همهم إذا قتلوا محمد ولا إذا ما همهم إنه الصعاليك بدها أموال، خلاص وانتد. فأبو بكر الصديق ارتعب وقت شاف الخيلة مقربة على الغار، وهيك إذا طلعوا لتحت بيقول والله كانوا شافوا أرجلنا من كتر مو الغار صغير. ارتعب كتير، وطبعا أبي بكر الصديق خايف مو على حاله، قال أنا إذا قتلت أنا شخص ما يعني ما بتنهي، ما راح تنتهي الدنيا، بس يا محمد اذا انت انقتلت بتنهي الرساله. يعني كثير كان يعني مشان هيك كان يحميه بجسده، يحميه بكل شيء. فقصصه جميله جدا بهالثلاث ايام اللي قعدوا بالغار. فشو بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طمأن قلبه. شو قال له؟ قال له لا تحزن، لا تحزن. ليش؟ ان الله معنا. فانزل الله سكينته عليه وأيدهم بجنود لم تروها. يعني هالجنود اللي نزلوا عليه، في ناس بيقولوا عن كبوت، في ناس بيقولوا الحمامة عملت، المهم في جنود. بجوز الناس عميوا مثل ما بيقولوا عمل بصر، عمل القلب وليس عمل بصر، ما شافوهم. نفس الشيء كمان بغزوة الأحزاب، قديش كانت غزوة الأحزاب قوية وصعبة وبرد وجوع وفقر. الله سبحانه وتعالى نزل السكينة والطمأنينة والنعاس الشديد على الجيش الإسلامي، والله سبحانه وتعالى بعث عاصفة وغبرة وصاعقة على الجيش الكافر اللي قاعد ورا الخندق وهربوا. بفضل هالسكينة هاللي نزل عليهم انتصروا. فنحن بنطلب دائما إن شاء الله هالجلسات هاي نعدها لوجه الله تعالى. ما أنا والله والله مو لأنه لا نحن أدغة ولا لأنه بنعرف بعض، أكيد نحن منحب بعض أكيد، يعني في معنا شباب وأخوة ما لهم شركس، والله ما هذا اللي جمعنا. الجمعنا هو حب الله. أنا بالنسبة لي أشهد بالله والأخ زوار، أنا بشهد لهم أنه لا أزكي على الله أحدا، بس
بعرفه من الصغر بنعرف بعض مثل ما بيقولوا، بعرف انه لوجه الله تعالى هالجمعه هي. فان شاء الله ان شاء الله بهالبركه هي الله بينزل علينا ملائكه وتنزل علينا السكون والرحمه، وبعد ما نخلص شو بيقولوا الملائكه؟ بينفضوا بيقولوا غفر لكم ذنوبكم. شو هالبشاره هي؟ بس نخلص الجلسه الملائكه بتقول غفر لكم ذنوبكم، خلص من تنين لتنين نحن ذنوبنا مغفورة إلا الكبائر، ما نعمل كبائر يا رب العالمين. ومين ما عنده ذنوب؟ كلياتنا ذنوب. فقصة اليوم قصة ولادة عيسى عليه السلام، والله إني ما راح أدخل لا شو المسيحية بيعملوا ولا بدي أحكي والله أعيادهم it's a commercial that's not my business. في عندك 3 billion they're celebrating، ما أنا ما بيهمني شو بيعملوا، المهم أنا شو بدي استفاد، شو بدي استفاد؟ وليش الله سبحانه وتعالى 33 مرة ذكر اسم مريم بالقرآن؟ الاسم الوحيد من النساء، من النساء ومن النساء صادقات وعابدات ومسلمات ومؤمنات، ولكن حمودة غير اسم مريم. انا عاقل هاي بسمع لك حمودة 33 مرة. وذكر اسم مريم عليه السلام 33 مرة بالقرآن لحتى نحن كل سجود بنعمله بذكرنا بكثرة السجود السيدة مريم بالله تعالى سبحان الله. فإن شاء الله تعالى منشوف إحنا كمسلمين شو بنستفاد من هالقصة. نحن ما لنا مسيحية، نحن ما نزل علينا هالآيات لحتى الله سبحانه وتعالى يقول اكسروا الصليب أنتم مسيحية، لا. بس أولا سبب نزول سورة مريم كانت قبل هجرة الأولى في الإسلام، تتذكر وقت حكينا عن هجرة الحبشة؟ قبل حتى 6 أيام أو أقل، وكان جعفر الصادق، جعفر رضي الله عنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، عثمان عليه السلام مع زوجته من المهاجرين وزوجته بنت الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، مو أنه والله بس الفقراء اللي طلعوا. يعني هاي بده يروح يقول لأبيسينيا للحبشة ولل شو اسمه الراهب الموجود هنيك، يقول أنا بعت لك في مذة أكبادي ابن عمي عندك جاي، مو إنه والله وجوز بنتي وبنتي، مو إنه أنا بعت لك فقراء اللي أسلموا وخلص طعميهم وشربيهم وشربهم وحافظ عليهم، ما كانت هاي الغاية، وإنما هاي الهجرة، الهجرة بالدين كانت. فقبل هالهجرة نزل سورة مريم كأنها تهيئة إنه صحيح النجاشي مسيحي، بس يا ترى النجاشي كان على دين حق السيد عيسى عليه السلام ولا لا؟ بيّن معنا بالأخير وظهر إنه هو كان يؤمن بأن عيسى نبي الله، كان هيك جعفر عليه السلام رضي الله عنه قرأ سورة مريم للنجاشي، وتنيجوا أهل مكة بعتوا واحد منهم قال عمرو بن العاص قال نحن رجعوا لنا هذول الصعاليك تبع مكة هربوا والتجأوا لعندك جايين يكسدوا عليك دينك، فقال لهم أنتم ماذا تقولوا عن عيسى؟ قرأ عليه سورة مريم. فالسورة هي العظيمة نزلت في يعني وقت أزمات فظيعة عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نزلت والله بس نعرف قصة عيسى ليش إجا وليش مريم يا حبلت بلا زلمة وخلصت وفكت كلياتنا هيك بنحكي بنسكر الكتاب وبنسمي بناتنا مريم وخلصنا وفكينا. بس للأسف يعني المغزى إن شاء الله تعالى اليوم نحملها في قلوبنا وصدورها وصدورنا ومنعلمها لأولادنا وأحفادنا بإذن الله تعالى. بس قبل مولد مثل ما قلنا عيسى عليه السلام لازم نحكي عن مولد من هي مريم، والقرآن بحق حكى عن مريم قبل ما يحكي عن عيسى، وكل ما الله سبحانه وتعالى نادى عيسى باسمه قال عيسى ابن مريم، المسيح عيسى ابن مريم، النبي الوحيد أو الرسول الوحيد اللي الله سبحانه وتعالى ناداه باسم أمه سبحان الله. فنبدأ بسورة آل عمران إن شاء الله تعالى، فنقرأ الآيات اللي كي آل عمران. أولاً من آل عمران؟ عمران أبوها لمريم، آل عمران يعني عائلة عمران، معناتها العيلة كلها هو ومرته وولاده وبناته كله اللي عنده كانوا أتقياء أنقياء في زمن كان الرومان المجوس الروماني اللي كانوا يعبدوا الأوثان قبل ما يدخل الديانة المسيحية بكتير طبعاً لسا عيسى ما خلق، كانوا عبدة أوثان واحتلوا الرومان الشرق الأوسط وكانوا في فلسطين. شو كانوا يعملوا؟ أي واحد في فلسطين يعبد الله بحق ويقول أنه مسلم لكل الأديان الإسلامية، الأديان اللي كانت قبل عيسى عليه السلام إن كانوا آل بجنوب اللهم صل على
إذا سمحته. اللهم صل على النبي. بني إسرائيل يعني أولاد يعقوب عليه السلام سمي ببني إسرائيل، أنه يعقوب هو إسرائيل نفسه اسمه هذا. الله يخليكم، رجاء ما تقولوا الله يلعن إسرائيل، لأنه إسرائيل إذا دعنت إسرائيل أنت تلعن النبي، تلعن يعقوب عليه السلام، هذا اسمه. فسبحان الله، فهدول اللي كانوا يتمسكوا بدين يعقوب عليه السلام أو موسى أو يعبدوا الله بحق، الرومان كانوا عندهم مثل ما بيقولوا طشط كبير نحاسي، ويجيبوا الأسود الجوعانة والحيوانات المفترسة، يقعدوا هنا بالمدارج ويضحكوا على هذا اللي كان يعبد الله بحق، ويرموا لهذا الحيوان المفترس وياكلوا أكل. ولهلأ بيقولوا بإيطاليا والمتاحف الرومان أخدينهم هدول، لحتى كانوا يورجوا كيف كان وقت كان الروم يحكم، كيف كانوا يعذبوا الناس، الناس اللي كانوا يعذبون حتى بالمسارح ويضحكوا. كله كان إذا واحد مثلا عارض الإمبراطور أو عبد الله سبحانه وتعالى أو ما إلى ذلك ما شبه. فبهالفترة هاي، بهالفترة اللي ما كان في حرية عبادة في فلسطين وفي بيت المقدس، كان آل عمران، كان عمران نفسه كان راهب، مثل ما بيقولوا راباي، شو بنقول بالعربي الراباي، مو خوري، ما عم بسمعك. يمكن حاخام، بيقولوا حاخام. ايوه ايه حاخام، نسيته والله. ايه حاخام، جزاك الله. فكان مثل حاخام، كان يئم بالمسجد، ورغم انه زكريا عليه السلام كان نبي بهذاك الوقت، بس نحن بنعرف قديش تعذب زكريا عليه السلام. الاخير نشروا نشر زكريا عليه السلام، قطعوا راس ابنه يحيى وراسه موجود في المسجد الاموي، نحن بنعرفه. هاي الاحداث حدثت لانه كان في فوضى فظيعه بين الملكيه، البني إسرائيل اللي حكموا بهذاك الأيام كانوا ملوك، تقربوا من الرومان لحتى يصير في بيناتهم علاقات مادية وما يزعجون، فكانوا مرتاحين مبسوطين الملوك. بس يجي واحد نبي يقول لهم ما بيصير احكموا بحكم الله، كانوا يا أما يقتلوا يا أما يلحقوا. فبهالفترة هاي بتقول زوجة عمران ما كانت تتولد، فدعت ربها أنه يا رب بدي واحد ينقذ، بدي حدا ينقذ هالبلد. نحن كلياتنا أكيد منقول بدنا صلاح الدين الأيوبي ينقذنا، ما هيك؟ منقول بدنا الظاهر ببرس، ما عاد حدا خلف، مثل خالد ابن الوليد. نفس الشيء هي فكرت، قالت أنا بدي واحد ينقذ الأمة هاي ويكون قدوة ويجيب هالناس هاي يطلعهم من الظلام، ويكون في يعني صلاح الأمة على يده، تكون صلاح الأمة. تصور كم واحد منا نحن خلفنا، أنا عدم مؤاخذة عندي 4 أولاد، أنا ما بتذكر أني نويت، يعني كنت أدعي ربي يا رب يعطينا أولاد صالحين، بس والله يعني بجدد النية من أول وجديد أنه أولادي يكونوا صالحين مصلحين، وبدعي لهم يومياً أنه نحن كمان أنفسنا نكون صالحين ومصلحين، نكون صالحين للأمة للعالم ومصلحين، لأنه هذا هدف الإنسان المؤمن. فكم منا يدعو يعني يتمنى يعني يجي أولاد لحتى يكون صالح، ولا يا ترى نتمنى أولادنا يصيروا أطباء ومهندسين وبزنس بيبول وفاينانس ويعرفوا يحلوا المشاكل الاقتصادية بالعالم؟ منيح، نحن ما عم نقول يعني أولادك كمان ما يتعلموا، لا بالعكس، المادة مطلوبة، بس بنفس الوقت الأهم الأكبر اللي لازم كلياتنا شغلنا الشاغل صلاح هذه الأمة. يعني أنا وقت بسمع حمزة يوسف بيحكي، هو قال عم يضرب مثلا ذاك اليوم بالخطبة تبعه عن واحد أمريكي هو بيعرفه وبيتكلم 35 لغة، 35 لغة بيعرف يقولها I love you، شو سلتغوان بالعربي نسيت أنا بحبك، وبيقول لك هالزلمة هذا بعدين هو حمزة يوسف بيعرفه أسلم. فوقت الأسلم هذا الحب اللي كان، الكلمات الحب اللي كان يستخدمها أيام جاهليته ليغري فيها النساء، لأنه عن جد نحن الأخ الفلالي، مين بيعرف الأخ محمد الفلالي؟ محمد الفلالي بيتكلم 73 بجوز أكثر لغة، بس يقول لك سد وفد، كيف حالك؟ كيف صحتك؟ كيف أولادك؟ باللغة اللي بيتحدث فيها. أول ما بدخل على الاي سي بي سي كنت وفلالي موجود بالشركة كان يحاكيني، يا يطير عقلي، يطير عقلي عن جد، لأنه هي لغة يعني إذا حدا حاكاك بلغتك، خاصة بس يقول لك كيفك،
كيف الصحة؟ أنا بحبك لوجه الله، هذا كله بالشركسية اللي إياه. تجي واحدة جنب مني رومانية كان يحاكية بالرومانية، كم حبا عم تكلمني، وبالإسبانيش وبالفرنسي طبعا فلوينت، وبالإنجليزي فلوينت. يعني he's amazing man, he's amazing. محمد الفلالي ما بعرفه، لازم تعرف عليه، هو من هلأ بالبورد تبع الـ ICPC. he's amazing man. أنا عملت معه كتير كتير project مثلا after 9/11، أنا وولادي هو وزوجته وولاده وما إلى ذلك، نطلع نروح على he knows how to talk to the non-Muslim. He knows in a beautiful language. كان هو دائما القائد طبعاً إن رحنا على معابد يهودية أو شو اسمه كنائس، أكيد عم يطن إبنه محمد الله يرضى عليه. والله بكي أنا وقت إن عملوا لي حفلة وداع على ICPC، هو والإمام قطناني بكيوا. يعني أنا زاد حبي لهم لوجه الله تعالى وقت إن شفت دمعهم عم ينزل على الفراق. فراق المسافات قالوا، والله أعلم. إن شاء الله تعالى الله يجمعنا كلياتنا على سررا متقابلين يوم القيامة. تصور أنت قاعد مثل ما أنتوا هلأ قاعدين بالسرر كل واحد، ومتقابلين هلأ بالمسافات البعيدة بس متقابلين بفضل الله والتكنولوجيا، صح؟ تصور أنه يوم القيامة الله بيوصف المتقين على سررنا المتقابلين. والله إن شاء الله سنذكر هذه الأيام إن شاء الله، كيف كنا نقعد وكيف قاعدين واطلب واتمنى وأنت بالجنان. هو هذا الهدف الرئيسي إن شاء الله تعالى لنا، لأولادنا وزوجاتنا وأزواجنا وأحفادنا بإذن الله تعالى. هاي كانت أمنية امرأة عمران. فقد ما ندخل، أول ما ندخل سورة آل عمران، وهي أطول سورة في القرآن بعد البقرة، وتاني سورة الرسول صلى الله عليه وسلم وعد اللي بيحفظ البقرة وآل عمران بتقودك يوم القيامة، بيمشوا قدامك حارسينك، بيقول لك أنا بحميك، ما تخاف ولا تحزن بيوم القيامة، هن شاهدين عليك بجروك لا أمام الله سبحانه وتعالى، بتحاج مع الله سبحانه وتعالى أنه هالإنسان في قلبه الرحمة. آل عمران والبقرة بتشفعوا لك. تصور كم من الوقت قضينا نحفظهم، نحن لسه عم نتلبك، واللي حفظناه ونسيناه. أنا بحفظ أول جزء من البقرة وبرجع بنساها، برجع بحفظها برجع بنساها. الله يسامحنا ويعفو عنا، يعني الله يسامحنا ويعفو عنا. وفي ناس يعني سبحان الله سبحان الله. ف هل سورة هاي صحيح سميت بآل عمران الأب تبع مريم، ولكن كل الحديث عن الإمرأة امرأة عمران. فنجي على الآية إن شاء الله تعالى، منقول هون الحزب 6، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صفحة 54، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آية 33 ببلش: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هون تخلص قصة ولادة مريم. بس قديش حلوة بالبداية إنه الله بيقول إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالم. الله أكبر، ما قال آل كتاو ولا قال آل شابسر ولا قال آل نجدت ولا قال آل بيت الشركس، بس الله سبحانه وتعالى من بين هالأمم الله اصطفى. هذا أولا فضل من الله سبحانه وتعالى، وثانيا المفضل من قبل الله أكيد له، أكيد له مكان عند الله سبحانه وتعالى. فالله بيقول هو اصطفى آدم أبو الأنبياء ونوح من الأنبياء من الرسل أولو العزم، آل إبراهيم، مو بس إبراهيم آل إبراهيم لأنه كل الأنبياء طلع منه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ما في داعي هون يقول آل محمد، من آل محمد غير محمد وبناته وأحفاده، يعني آباءه كلهم كانوا عبدة أصنام. فآل إبراهيم وآل عمران انشمل آل عمران، بس آل عمران من سلالة بني إسرائيل على العالمين، الله فضلهم على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هلأ بنجي على قصة امرأة عمران.
ما سميت ما بنعرف شو اسمها، ولكن بالقصص بيقولوا ان اسمها كانت هانا حنة، بالعبرية هانا بالعربي حنة، هي هيك كان اسمها، كانت تقية وكانت مثل زوجة مثل ما قلنا حاخام، وكان بنتها الكبيرة متزوجة النبي زكريا عليه السلام، فتصور انه صهرها نبي وجوزها حاخام وهي امرأة تقية. شو عملت وقت شافت الوضع بالقدس ببيت المقدس يعني وصل لدرجة والناس عم تأذي، تمنت انه الله يبعث لها ذرية، هالذرية هي تكون سبب لصلاح هذه الأمة، فدعت ربها قالت، فعملت نذر. على فكرة النذر مكروه عندنا في الإسلام، ممكن تنذر بس الرسول صلى الله عليه وسلم كره كراهية، حط عليها كراهية لأنه صعب تطبيقه. بعد قصة ثعلبة ونذر لله تعالى أنه يتصدق ويعطي الزكاة ويعطي حق كل فقير، إذا الله أغناه فإجى لعند الرسول دعاله وهو يتردد عليه 3 أيام متواصلة يقول له يا رسول الله أدعو لي أنه الله يكتر لي الأموال، كان يقول له ويحك يا ثعلبة ويحك، المال عليه يعني شيطان دير بالك، كان لا 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 أنا بوعد بنذر نذر أنه إذا الله أغناني حأتصدق، وما تصدق مات على كفر. ليش؟ لأنه وقت نزلت الآيات بسورة التوبة عليه، وكيف الرسول صلى الله عليه وسلم بعت الرجال لحتى يجلبوا الزكاة، الزكاة حتى مو الصدقة، الزكاة زكاة المال تبعه ما قبل يدفع، قال أنا هلأ مالي فاضي لك، رجعوا لي بعد 3 أيام، رجعوا له بعد 3 أيام وقال أنا مالي فاضي لكم، ولا عاد إجا على المسجد ولا عاد دخل المدينة المنورة، مشغول الأخ صار عنده آلاف مؤلفة من الأغنام والأبقار وما إلى ذلك. المال كتير يعني نحن نتمنى نكون كلياتنا مليونيرية، بس ما بنعرف ليش الله ما عم يعطينا الحكمة الإلهية بجوز أفضل إلنا يعني لديننا ولتقوانا. فوقت أخلف النذر تبعه الله سبحانه وتعالى غضب عليه، وقت نزلت الآيات عرف إنه الآيات نزل عليه ثعلبة إجا كيل على رجله وجايب معه الأموال والزكاة والصدقات للرسول صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد صار يترجى للرسول إنه هاي جبت لك خذ الأموال، قال له لا too late. ليش؟ أنت نذرت وإجا وقت النذر توفي، فالله سبحانه وتعالى مثل ما بيقولوا براءة، انفقد قيمة العقد، انت عملت عقد مع الله سبحانه وتعالى راحت القيمة، ما وفيت النذر. مشان هيك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حذرنا من النذر. بس الأديان الأخرى كانت النذر كتير واردة، كتير واردة عندهم، فهي عملت نذر. شو قالت؟ إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. هي أول شيء بتقول كانت قاعدة على جبل وتطلع ولقيت إنه عصفورة عندها، العصفورة عندها أطفال صغار عم بتطعميهم، بتسمها حنت للأمومة وهي ما كانت تحبل وزوجها كان كبير بالسن، فدعت الله سبحانه وتعالى إنه إذا أنت رزقتني أنا هذا ابني محررا من شو؟ من عبودية الروم، من عبودية هالملوك، من عبودية الشهوات، بدي هالولد اللي بترزقني يكون حر من كل شيء إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى، واللي بيعبد الله سبحانه وتعالى هو هذا الإنسان الحر سبحان الله. فهي عملت النية هذا إنه إذا أنت بترزقني وأنا بحمل خلاص أنا بدي أتكفله إنه أعطي لهالولد هذا هبة لبيت المقدس لحتى يخدم بيت المقدس ويصلح حال الأمة اللي كانوا موجودين فيها. فشو بتقول؟ فتقبل مني، دعت الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل منها، إنك أنت السميع العليم. فالدعاء رجاء يعني نحن بدنا تغييرات جذرية في الأمة، عليك بالدعاء، دعائي دعاءك رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. ما منقول والله اللي حافظ قرآن دعاء وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ما منعرف دعاء مين الله سبحانه وتعالى بيقبل، وأحيانا أنت ما بتعرف لأنه الله قبل دعاءك وما قبل ولا ما قبل، أنت ما عندك علم، أحيانا تدعو لخير لحدا وبجوز زعم الخير وأنت ما عندك خبر، وأحيانا ما بتجي الدعوة مباشرة لك لحكمة، وتتمنى يوم القيامة أنه لو الله سبحانه وتعالى ما استجد لك ولا دعاء لو نحبسك لأهون للخير ليوم القيامة سبحان الله. فيعني مسألة الدعاء له هي، بس بنفس الوقت إنك أنت السميع العليم، عم تدعي الله سبحانه وتعالى. وبالبداية بداية سورة مريم كيف زكريا عليه السلام كمان رفع إيده وصار يدعي إنه يا رب بدي، أنا ما بدي يكون موت وما عندي ذرية يكون من ورائي، كمان نفس الشيء الدعاء 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 إن شاء الله تعالى. فلما وضعتها إجا الحمل وحملت وجابت الولد، وقت نزل الولد
قالت ربي إني وضعتها أنثى. يظهر ما كان عندهم إيكو سيستم لحتى تعرف male or female, she's pregnant, هي حامل مبسوطة. المهم الجنين هي نزلته لوجه الله تعالى أنه يخدم هذا البيت, بيت المقدس. فقالت إني وضعتها أنثى. أنا جبت يعني بنت, أنا ما جبت صبي. يعني بعد ما شافت الجني الولد عرفت أنه جابت بنت. بس شو الله بيجاوبها؟ طبعا والله أعلم بما وضعت. الله بيعرف من أول يوم أنه هي حامل أنثى. الله بيقول له وليس الذكر كالأنثى. هون بقى في شوية خلاف حتى بطريقة تفسير الآية هاي, كلها على صواب. في شيوخ بيقولوا هي اللي قالت هي وليس الذكر كالأنثى على لسان امرأة عمران, إنه قالت واو أنا فكرت إنه يعني لو ذكر بدي خليه يخدم, لأنه ما كان في عادة بوقتهم إنه أنثى تخدم بيت الله. ولكن هي عملت نذر, ما بتقدر يعني تترك نذرها هلأ, بس هي قالت إنه لو ذكر كان غير شكل, كان يعني بجوز عمل شغلات غير الأنثى. بس في أغلب العلماء اللي بيدخلوا بالتفسير بيقولوا لا, هون الله سبحانه وتعالى هو اللي بيقول ليس الذكر كالأنثى. هلأ باللغة العربية أنتم شاطرين أشطر مني, ماذا نقارن لماذا؟ أنا وقت نقارن إذا بدي أقول هاي تليفون عم بقارنه بتعمل شغلات كتير مثل الكمبيوتر, معناته الكمبيوتر عنده شغلات بتعمل أكثر من التليفون, لأنه عم قارن التليفون بالكمبيوتر. ليس التليفون كالكمبيوتر, لأن الكمبيوتر بيعمل شغلات أكثر ما تليفوني بيقدر يعمل. أما لو قلت ليس الكمبيوتر مثل التليفون, معناته تليفوني function more a lot than the computer. So باللغة العربية اللي بتقارنه عليه يعني بيكون هو مستوى أعلى. هون الله سبحانه وتعالى بيقول وليس الذكر كالأنثى. الله عم يقارن الذكر مو مثل الأنثى, معناته الأنثى أعلى مكانة عند الله سبحانه وتعالى لأسباب, مو معناته أفضل. هون مو أنه تفضيل شيء على شيء, والله كمبيوتر حقه $1,000 وتليفوني حقه الحقيقة كان ببلاش, عملت أبديت وعطوني إياه ببلاش. It's not the equality. هون نحن بنفكر بشغلات يعني سخيفة كتير, الذكر والأنثى مثل بعض, نحن متكافئين مساواة. أنا مساواة هاي والله أنا حبلت 4 مرات وجبت توأم, حدا من الرجال جاب توأم؟ ما جاب, فمن وين الإكواليتي؟ فسبحان الله يعني ما في إكواليتي, ولكن في عدالة بالتعامل, في عدالة, وعند الله سبحانه وتعالى في عدالة. والله سبحانه وتعالى حياخذ ما من ذكر وأنثى بيعمل عمل صالح, الله ما بيدور تعبه. هون نفس الشيء, ولكن رفع قدر الأنثى أعلى لأنه قارن الذكر بالأنثى, وليس الأنثى بالذكر, والله أعلم. فقارن الذكر بالأنثى, معناتها الأنثى هاي الإنسان اللي أنت جبتها لإسمها مريم, هي عند الله سبحانه وتعالى بتكون إلها مكانة عالية, لأنه هي بدها تحمل كلمة الله. هي يا ترى عرفت آل عمران؟ لا, هي فكرة أنه هالجنين اللي بده يجيبه هو اللي بده يقوم بصالح يصلح الأمة هاي. بس طلع الحفيد اللي إجا بده يصلح الأمة, سبحان الله. فننتقل من هالآية ونقول وإني سميتها مريم, دغري سمت يعني الاسم, وإني هون كلامة حلو, أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. دغري دعت للجنين للطفل اللي جابته, ودعت للذرية, يعني هي بتحلم انه مريم تكبر وتتجوز ويكون عندها اولاد, صار عندها ذريه. فمباشره دعائها كان انه اعيذها. يعني قديش نحن لازم يعني الحياه الزوجيه لازم تبدا بالاستعاذه بالله والوضوء وصلاه ركعتين, والزوج بيكون هو الامام, والعروس بتكون هي المامومه من الخلف, بيصلي ركعتين قبل ما يصير في حفله الزفاف. كم منا قام بهذا العمل؟ لانه هيك الله سبحانه وتعالى بيقول إنه الذرية اللي بده تطلع منهم ذرية صالحة. عشان هيك في آداب للإتيان بين الرجل والمرأة عند كل إتيان بالاستعاذة من الشيطان الرجيم, حتى ما يكون في ذرية مثل ما بيقولوا أولاد شياطين ولا أولاد عفاريت في ناس بيقولوا. الله سبحانه وتعالى استجاب دعائها. مو بس هيك, بيقول في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول مريم وعيسى عليه السلام ابنها لمريم الوحيدين, الطفلين الوحيدين لما قدر الشيطان يلمسهم لمس. جانيك قال بس الطفل يبكي, بينزل من الجنين بيبكي لأن الشيطان بيأخذه من خصره, بيقول له أنا بدي أكون دليلك إلى النار طول حياتك.
هذا القرين تبعنا. كل طفل بيخلق بيبكي، الرسول صلى الله عليه وسلم حكى عنه هذا بسبب الشيطان اللي بيه من أول ما بيخلق، وهو يعني he take upon إنه I'm gonna be the يعني بدي أضلك أنا، سبحان الله. إلا مريم وعيسى عليهم السلام، سبحان الله. يا ترى نحن بنعرف النتيجة، يا ترى الله تقبل دعائها؟ نعم، فتقبلها ربها بقبول حسن كتير، يعني هالنزل اللي نزلته يا لطيف كان شيء كبير. والله سبحانه وتعالى استجاب دعائها وأنبتها للست مريم، أنبتها نباتا حسنا. يا ربي ينبت بناتنا وولادنا نباتا حسنا. يعني صور أنه أنت مزارع تزرع نبتة بالحديقة عندك ولا برا، ولا بيكون عندك مزارع كبيرة تزرعه، بعد ما تخلص الزراعة تتمنى أنه الله سبحانه وتعالى يعطيك بركة بها الزرع. هذا النبات الحسن البني آدم مثل النبات، فأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. هاي قصة التكفيل عليها بالحديث، وهون مكتوب عليها في آية أخرى أنه كان برمي الأقلام، لأنه وقت أول شيء أرضعت أم يعني زوجة عمران، امرأة عمران رضعت الجنين مو من أول ما جابت الولد وهو طفل لسه عمره أيام، حطته ببيت المقدس، لا رضعته بعد ما فطمته جابته على البيت المقدس، وكل المتواجدين في بيت المقدس كانوا حاخامات. وبهذاك الوقت توفى الأب، الأب عمران ما كان موجود، مشان هيك لو أبوها كان الموجود الحاخام الموجود ببيت المقدس ما كان في داعي يتقاتلوا، لأنه الناس هون تقاتلوا على مين بده يربيها، مين بده يدير باله عليها، مين بده يشق على حالها ويدير باله عليها ويجيب لها أكل وما إلى ذلك، تقاتلوا عليها لأنه هذا فضل كبير، فضل كبير بالنسبة لهم ولدياناتهم، سبحان الله. فبيقول أنه فلما دخل عليها زكريا وكفلها زكريا، هاي قصة الكفالة وقتن كلهم تقاتلوا أنه مين بده يقوم بالواجب تبع الكفالة، رموا الأقلام على نهر وقالوا أن القلم اللي بيجري عكس الماء بيكون هو اللي بده يتبنى هالبنت هاي، ولمدة ثلاث مرات عملوا هالقرعة هاي لنزل بالمرة الثالثة على زكريا. زكريا زكريا عليه السلام، أولا زكريا نبي، تاليا جوز أخته لمريم، فلأنه يحيى وعيسى أولاد خالي، سبحان الله. يعني بحكمة من الله سبحانه وتعالى فتكفلها زكريا. شو بيقول هون؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب، معناتها هي حطة في مكان محراب. والله أنا اليوم تعلمت أنه المحراب الكلمة تأتي من حرب. شو الحرب؟ حربة، 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 يعني مو الحرب هاي، وإنما الحربة اللي بتحملها للدافع عن نفسك. فالمحراب هو المكان اللي بتدافع عن نفسك للشهوات، للشهوات. أنا وعائلتي يعني شافوا عليها. مديحة، يقال إنه المحراب محل ما بتحارب الشيطان. أيوة، تقارب، أيوة تقارب، تحارب الشيطان وشهواتك. فسبحان الله، مشان هيك اسمه محراب، المكان اللي بيوقف عليه الأئمة، أو المكان اللي كان يجلس فيه، أو الأخت مريم اللي يعني بنولة محراب، مشان هي تكون منفصلة عن عدد الذكور الآخرين اللي كانوا موجودين. سبحان الله، أظن هاي لهلا ما زالت، ما بعرف إذا اليهود عندهم إياها، بس أظن المسيحية، مشان هيك عندك الناس اللي بيوهبوا أولادهم من الصغر في خدم الكنيسة، أو الراهبات نفس الشيء في خدم الكنيسة والتعليم وال يعني إن شاء الله يقوموا على وظائفهم مثل ما قال عيسى عليه السلام. وما بعرف إذا يعني المهم هيك كان الوضع بهذيك الأيام. هون تجي القصة بعدين، كلما وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب شو بيلاقي؟ وجد عندها رزقا، بيلاقي عندها الرزق. هون مو بس إنه ثمرات، ممكن إنه مترجمة إنه كانت تأكل مثلاً ثمرة الشتاء في الصيف وثمرة الصيف في الشتاء، دليل على أنه هي قعدت سنين بالمحراب أو بالمكان. بس بنفس الوقت في الله سبحانه وتعالى بيعطينا أرزاق مختلفة بأنواع شتى. يا ترى نحن كلياتنا مو بس الرزق إنه والله اليوم تغديت أنا دجاج، مو هذا الرزق اللي الله سبحانه وتعالى بيخاف من فيه، لأنه والله يرزق من يشاء بغير حساب. الأرزاق بتجي يعني أنواع مختلفة، حاسة الشم لحالها رزق،
يعني حاسة البصر، حاسة السمع، يعني دخولنا في الدين الإسلامي، خلقنا بديانة إسلامية، خلقنا بالطريقة اللي جينا نحن فيها، أكبر رزق، أكبر نعمة، نحن من الديانين أنعمنا عليهم، صح؟ الله سبحانه وتعالى جعلنا من الناس المنعمين عليهم بالهداية أمة محمد، والله سبحانه وتعالى يعني اختارنا نحن نكون، ممكن كنا ببني إسرائيل بهذاك الأيام بالقدس، بس أنت هلأ بعد 2000 سنة موجود هلأ من أمة محمد. فالأرزاق اللي الله سبحانه وتعالى لازم نفتح عيننا وبصيرتنا ونشوف ونعد النعم اللي الله سبحانه وتعالى، والله الشكوى هو اللي بيجيب البلاء للأمم. كل ما اشتكيت وكل ما ضليت تقول الله يلعن هالبلد الله يلعن البلد، أنا كنت أسمعها طنات في أذني، تخرز أذني أيام وجودي في سوريا، الله يلعن هالبلد ما في شيء، الله يلعن القانون، الله يلعن الله يلعن الله لعنه. بعد ما الله لعنه نقول ليش الله لعنه؟ حطينا الحق على فلان وفلان وفلان. ما نحن ألسنتنا مو أحسن نقول الله يهدينا، الله يهدي حكامنا. أنا بدعي للحكام الله يهديهم الله يصلحهم. والله هذيك اليوم ابني على أيام ترامب كان موجود أقول الله يهديها الزلمة، قلت لي ماما you're playing for him. I said why not، مو إذا هو صار هادي مهدي مو أحسن ما يكون ظالم؟ ليش موسى عليه السلام دخل على فرعون وقال له ربك اللي خلق كل شيء، فهذا دعاه للإلوهية، إلوهية الرب. وشو وراح موسى فرعون لما بروح بني إسرائيل، خود بني إسرائيل إذا بدكم تحكوا بسكم تسكروا الهايفون تبعكم إن شاء الله تعالى الله يعفو عنا. فسبحان الله، فمشان هيك يعني الأرزاق اللي نحن وبالشكر تزيد النعم، وبالشكر تزيد نحن أمة الحمد لله. الحمد لله على كل حال، الحمد لله أصبحنا وأنسينا، الحمد لله على الصحة والدين والإيمان والعمل والفهم والإدراك. يعني في أمور كتير نحمد الله عليها، ما بنزعل والله إنه سيأتي خربت، ما بزعل إنه والله أنا lost a job، ما بزعل إنه مثلا God forbid يعني صار في عنا يعني شغلات كبيرة عم تصير، بس ما بنعرف أحيانا. هذا أمر المؤمن لازم يكون كله خير، ما بتعرف أوله ولا آخره حياتك اللي فيه خير، ما بنعرف. يعني الحمد لله أنا دائما الله يرحمها أمي كانت ما تتكلم اللغة العربية في الجولان، نحن من أهل المنصورة، بس وقت نزحنا بعد ما خلفت 10 أولاد طبعا، وقت نزحنا تحسن اللغة العربية، بس بفضل الله كانت تقرأ القرآن قراءة سليمة وهي اللي علمتنا. بعد ما نزحنا كتير حاولت تتعلم الحساب، لأنه بدك تروح تشتري وتدفع مصاري وتقيم وتحط وتاخذ باصات وتتعلم أرقام وتشوف الكن الدين وشيخ محي الدين، لأنه نحن سكننا في شيخ محي الدين، كله تكتبه على الورقة ونقرأ لها وتتعلم، وصارت تعرف تحسب وكل شيء. أبدا يعني كان يعني قامت في الحياة الاقتصادية للبيت والحمد لله رب العالمين. كانت تشكر ربها أنه الحمد لله أنه نزحنا، ورغم أنه نحن أبوي يعني أملاكه نص جبل تل عرام، حتى الدولة السورية اشتروا من بابا أملاك وراحوا فيها على الحج أمي وأبوي بال66 قبل النزوح، لأنه الجيش السوري قعد حط قاعدة بالأرض وبعدين راحوا على المحكمة، المحكمة قال لهم الدولة أخذ أرضكم وهذا تعويض. سبحان الله، يعني الحق يقال هيك كان. ورغم ذلك كل شيء راح، ماما بتقول كسبنا الدين، صرنا نعرف ديننا، صرنا نعرف نعمل دعاء، صرنا نعرف نسمع شيوخ، صرنا نعرف الحمد لله تواجدنا بالشام يعني وزنا بعد يعني صحيح يعني نزحنا وعشنا، بس الحمد لله أهل الشام حضنونا، واللي راحوا على حمص والله حبونا وأكرمونا، هذا فضل من الله ما ننسى. صحيح يعني عشنا حالات نفسية شوي صغيرة، بس ما مرقنا بحالات النفسية اللي هلا بتمرق مريم هلا بدها تحبل وتجيب ولد وتمشي. شو بدهم الناس يقولوا لها؟ يا بنت الحرام جايبه ولد بالحرام، إيه ابوكي قال يا عمران ما كان ابوكي امراه سوية وما كان امك بغيه، لا امك باغيه ولا ابوكي ابن حرام، وانت اخت هارون من وين جبتي لنا هالولد؟ شو بدها ترد مريم عليهم؟ شو بدها ترد 16 17 سنه عمرها؟ هاي مو فتن اللي إنسان بيمر فيها؟ أنا بقرأ قصة مريم وبمشي وما بيهمني يا هاي شيز مريم وخلاص وعملت، أنا كم فتنة بدي مر باللي والله ما مريت ولا فتنة صغيرة ولا شعر وشوكة من الشوكات اللي انخزت فيها مريم
ولا عيسى ولا محمد ولا نحن ما مرينا بهيك ظروف. هذاك اليوم واحد شاب عم يحكي مع ابني، امه توفت على عمر 70 سنه ومعها سرطان، الله يرحمها يعني الحمد لله الله يجعلها شهيده. الولد بعد شهر، الولد عمره 30 سنه بعد شهر ولسه بيبكي، مسكت التليفون قلت له حبيبي it's not the end of the world، قلت له انت بتعرف قصه محمد صلى الله عليه وسلم، انت مسلم وعربي، انت بتعرف وشركسي، انت بتعرف قصه محمد، عديت له كم واحد افراد اسرته لمحمد صلى الله عليه وسلم في حياته توفى، ثلاث بنات من بناته قبل ما يصيروا 30 سنه ماتوا ولا واحد منها. انا بنت اختي وقت ماتت 33 34 سنه قامت الدنيا وقعدت، يا لطيف صبيه وماتت، قديش زعلنا وزعلنا الحقيقه زعلنا طبعا بحق زعل الرسول صلى الله عليه وسلم. رقيه وزينب وام كلثوم وحدث كم ماتوا، امتحانات، هذول بني آدم، هذول بشر، صحيح أنبياء ورسل، بس علمونا الصبر، علمونا التحمل، علمونا أنه ما تبحث عن سعادة في هذه الدنيا، سعادة مطلقة بهالدنيا ما في. شوف مريم، هاي قصتها كان 17 18 20 33 سنة عاشت، هي ماتت بعد يعني ارتفاع عيسى عليه السلام، فعاشت أكيد عاشت قريبا 50 سنة. فسبحان الله قديش مرت بظروف صعبة، قديش ابنها اللي حملته واللي تعذبت مشانه رفع الى السماء اختفى، يعني بدنا نقول ارتفع السماء يا لطيف مبسوطه عن جد، فكر انه ابنك انت الله اخذه. هاي في ناس يا لهلا بالفيسبوك بيكتبوا يا ابني الله اخذه، يا ابني الله اخذه، ومن ورجي القبر لك ادعي له احسن لك، تصدقي على روحه احسن ما نحط مشاهد مؤثره. يعني انا بدي ازعل على انه انت زعلانه على ابنك، ولا يعني في ناس بيناتنا ما بتعرف تحزن عن جد. إذا أنت حزين ممكن تلتجئ إلى محراب، ممكن تلتجئ إلى آيات قرآنية، أما يعني تحط على الفيسبوك أنه والله أمي ماتت ولا أختي ماتت ولا بنت أخي ماتت، يعني أنا ما سبحان الله كل واحد يعني مثل ما بيقولوا بيورجي على راحته، بس إن شاء الله من الأمل بالمعروف، لأنه هذول مسلمين ومسلمات مفروض نذكرهم أنه يا حبيبتي يا أختي الغالية الله يخليكي. يعني الحزن له أسلوب كمان، الحزن له أسلوب والفرحة له أسلوب. إن شاء الله يعني نحن بنتخذ هالقصص الموجودة بالقرآن لحتى كل قصة ندخل مداخلها ولحتى نطبقها على أنفسنا. أنا شو الامتحانات اللي مريت مثل ما هلأ بدها تمر السيدة مريم عليه السلام، فشو صار هنا؟ الله سبحانه وتعالى كان يرزقها، أكيد كان يجيها مو بس رزق الفواكه، كان يجيها زيارات الملائكة، كان زكريا عليه السلام يسمع أصوات وضحك بالغرفة عندها، وقت كان يدق عليها الباب ويفتح وهي في حالة بشاشة يقول لها يا مريم مين عندك؟ ما حدا بيزورك هون يعني، مع مين عم تحكي؟ بتقول يعني عندي أنا الملائكة كانوا يقعدوا يجلسوا معها. فمشان هيك في ناس كتير يعني من بيقولوا التفسير انه مريم ممكن وصلت لدرجة النبوة، لانه ما في غير الانبياء اللي بينزلوا الملائكة وبيتحدثوا كشخصية، بيقعدوا قداما كاشخاص وبيقعدوا قداما بيتحدثوا، هم الانبياء. ففي منهم يعتبر انه مريم نبية، ولكن نحن بنعرف انه النبوة في الذكورة، ومريم الله سبحانه وتعالى وصفها بالصديقة، درجة الصديقة أعلى من درجة الشهيد، الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، الله يجعلنا معهم. الأنبياء أعلى درجة، الصديقين فهي الصديقة، الله سبحانه وتعالى وصفها بالصديقة، فهي كانت مستوى عالي جدا مع اتصالها مع الله. ليش؟ لأنه إذا جينا هلأ من سورة آل عمران لسورة مريم، إذا بكم تفتحوا القرآن سورة مريم بعد قصة زكريا، سورة مريم يبدأ في الآية واذكر في الكتاب مريم آية 16، أعوذ بالله من الشيطان، نقرأها أولا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية
ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. تستمر الآية بس إن شاء الله هون منوقف منقول كيف الله سبحانه وتعالى بيقول واذكر في كتابي مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. هون بهالوضعية هاي مريم عليه السلام هي بالمحراب وهي كبرت صار عمرها 14 و15 و16 سنة. الأغلب الحكماء أغلب العلماء والقصص المفسرين يقولوا أنه هي كانت بالسن 16 أو 17 وتجاهها الحبل وحملت بالجنين. بس هي كانت هون عم بيقول واذكر في الكتاب إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. كانت هي دائما تأخذ هذا المكان مو لأول مرة، كانت تأخذ المكان الشرقي من بيت المقدس، تطلع من بيت المقدس من مكانها وتروح على تلة وتقعد عليها هنيك. كانت تعمل عبادة التحنث، عبادة التحنث نفس العبادة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد قبل الرسول قبل الرسالة كان يعملها في غار حراء، كان يقعد بالجبل ويفكر يتحنث. التحنث هو التخلص من الأوثان، يعني ما بده يعبد أوثان، الحنث هو عبادة الأوثان، التحنث التخلص منها. فهي نفس الشيء كانت تقعد تفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وعبادة التفكر نحن نسيناها، أكبر عبادة عند الله سبحانه وتعالى. الله بيوصفهم الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عبادة التفكر عبادة، يعني الناس بيقولوا مديتيشن، المديتيشن بيقول لك لا تفكر بشيء، لا نحن بنفكر نحن بنفكر بالخالق والمخلوق والعلاقة بين الخالق والمخلوق وما إلى ذلك إن شاء الله تعالى. يعني التفكير عبادة إن شاء الله، كلياتنا نتعلم هذا ونطبقه لأنفسنا وأكيد عم بتطبقه أحسن مني. فهي كانت تطلع على المكان الشرقي أحياناً للتفكر وأحياناً أخرى كمان إذا بدها مثلاً ما راحت لبيت أختها أو ما راحت لبيت أمها تعمل يعني تنظف حالها وتطهر حالها، فكانت في هذا المكان كان يعني محجوب عن الناس. لأنه بيقول هون مكان فاتخذت من دونهم حجابا، يعني كان في حجاب ما كان في حدا بيشوفها، وتروح تقعد هناك ما كان في حدا بيشوفها. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. بهذيك اللحظة بهذاك اليوم اللي كانت هي قاعدة وعم تتفكر وقاعدة لحالها مع الحجاب الموجود اللي عم يفصلها من المجتمع الخارجي، دخل عليها رجل. فشو فورا شو قالت؟ أعوذ بالرحمن منك. قديش إنسانة فهمانة هاي، لأنه الله سبحانه وتعالى يعني أمرها بالعبادة. فالملائكة كانوا ينزلوا يقولوا لها يا مريم اقنتي لربك واسجدي، يعني دائما يأمروها بالعبادة والسجود والقنوت، القنوت والقيام الليل. طبعا هي كان استمراريتها بالعبادة واستمراريتها حياتها كلها كانت مخصصة للعبادة والتعلم والعلم، كانت تأخذ العلم من زكريا عليه السلام من النبي، تقعد بالحصة وتأخذ. فكان يوصفها أنه زكريا عليه السلام كان يوصفها هي كانت أزكى من الذكور حتى اللي كانوا موجودين. ومن بين الموجودين نحن بنعرف كان في واحد اسمه يوسف ابن اللهم صل على سيدنا محمد، هلا بلاقيه، ابن خالها كان بصفها اسمه يوسف اللي اتهموها بيكون هو الامريكان بيتهموها ذات هير جوزيف از هير بوي فريند. استغفر الله يا رب. النجار يوسف ابن النجار ابن النجار، اي والله الله يجزيك الخير، هاي يعقوب النجار، يوسف بن يعقوب النجار، بارك الله فيك اخي. انا وقتاً بحمى بنسى الكلمات. يوسف بن يعقوب النجار هذا كان طالب كمان يعني كان من بالبيت المقدس، فكان هو الوحيد اللي اكثر شيء ياخذ حديث معها يخاطبها. فبيقول انه هو رآها مرة انه بطنها عم يكبر، انه حبلة في ناس شيوخ بيقولوا انه حبلة خلال يعني 24 hours كانت يعني حبلت بنفس اليوم وجابت، لا بيقولوا انه كبر بطنها وشافوها ناس عم يكبر بطنها، وبالعكس حملت حمل عادي 9 أشهر بيقولوا. ففي هون مسجل هون بالكتاب اللي بقرا منه البدايه والنهايه بيقول بدي اقرا هون من هون يا مريم، هذا الحوار اللي صار بين يوسف بن يعقوب النجار وكان ابن خالها، فجعل يتعجب من ذلك تعجبا شديدا انه بطنها كان عم يكبر، وذلك لما يعلم من ديانتها ونزاهتها وعبادتها، وهو مع ذلك يراها حبلى وليس لها زوج.
فعرض لها ذات يوم في هذا الكلام فقال: يا مريم، هل يكون زرع من غير بذر؟ قالت: نعم، فمن خلق الزرع الأول. ثم قال: فهل يكون شجر من غير ماء ولا مطر؟ قالت: نعم، فمن خلق الشجر الأول. ثم قال: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم، إن الله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. قال لها: فأخبريني خبرك، شو قصتك يعني؟ فقالت: إن الله بشرني، الملائكة دخلوا عليها وبشروها بكلمة منه، هي آية من القرآن سورة آل عمران، بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. يعني هي عرفت قبل لسه ما تخلف سبب الحمل، الملائكة قالوا لها، ما هون قال لها هون إنه بدك تحملي عيسى وبده يكون وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إلى الله سبحانه وتعالى ويكلم الناس في المهد. فهي ما تفاجأت فأشارت إليه فقال إني عبد الله، ما تفاجأت، يا لطيف ابن الصغير عم يحكي، لا هي عارفة مهيئة نفسيا لهال المكان الكبيرة اللي الله سبحانه وتعالى ألقى عليها. فكانت إنه حد وزكريا بنفس الشيء سألها سؤال إنه شو اللي عم بيصير معك، فقال لها إنه أنا حامل والملائكة بشروني. فهل بشرة هاي وقت إجى عليها الملك، هذا الملك شو بتقول له؟ هي أعوذ بالرحمن منك، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ليش ذكرته بالرحمن؟ لأنه إذا أنت اللي دخل علي رجل، ما قالت له الله يعينك من رب العالمين اللي بده الله بيعذبك، الله الضار، الله الجبار، ما قالت له، ذكرته بالرحمن انه يعني ترحم علي او شفع، يعني شوف رحمه فيه، يعني اذا اسال يكون بقلبك رحمه، يعني ذكرته بالرحمن، الله هو الرحمن، اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. ان شاء الله انت تكون تقي، ان شاء الله تخاف ربك، يعني انا ضمن مثل كلمتنا نحن بنقول خاف ربك، يكون عندك تقوى اذا واحد بده يعتدي عليك مثلا لا سمح الله. فمشان هيك في قصه الثلاثه اللي الله سبحانه وتعالى رفع الحجر عنهم، من بيناتهم مين؟ الولد اللي بيقول ابن بنت عمتي، عندما تمكن منها هي اجت قالت له اعطيني، كان بيحبها وبدا يتجوزها، ما تجوزته، قصه طويله، بالاخير وقت قالت له اتق الله يعني هو تمسك فيها وبده يعني يا لطيف يقوم بالعمل الحرام بدون زواج، فهي شو قالت له؟ اتقي الله. فيظهر الزلمة كان عنده شوية بذور طيبة في قلبه، دغري فز وما قام بالعملية، شو قال؟ يا رب اشهدك انه مخافتي منك اللي خلاني اني بعد ما كنت متمكنة من البنت اللي بدي اياها، يعني هو يا رب ان كنت تعلم اني عملته هذا الوجه الكلام فازح هذه الحجرة، زاحت الحجرة. فسبحان الله، يعني الـ الإنسان اللي عنده شوية يعني اللي عنده تقوى أكيد في له رادع، مثل ما بيقولوا عنده رادع. فهي ما عرفته ملك، فهذا اللي قاله. فشو قال؟ قال إنما أنا رسول ربك، هون جبريل عليه السلام نفسه اللي نزل عليها، لأهب لك غلاما زكيا. الله أكبر، بيقول هون طبعا هي صار في حوار معه، قالت أنا يكون لي غلام، عرفت أنه هي تعرف هي أنثى، كيف بدي أحبل وأنا ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية لا بالحلال ولا بالحرام، لأنه يمسسني بشر بالحلال الزواج، يعني أنا مالي متزوجة ولم أكو بغية، أنا مالي بنت حرام ما بعمل حرام. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. رحمة، خلق عيسى عليه السلام رحمة، وكان أمرا مقضيا، يعني الله سبحانه وتعالى قضى، أنت ست مريم ما عاد عندك رأي، قد قالها الله كن فيكون، ونفخ فيها، ويقال أنه نفخ جبريل عليه السلام من صدرها فحملت، ونفخنا فيه من روحنا، لا إله إلا الله، مثل ما نفخ الله سبحانه وتعالى من روحه لجسد آدم عندما عمل آدم وخلق آدم بيده، صح؟ سبحان الله. فهون في حمل، فهي بتقول كخلق آدم، آدم ما كان عنده أم وأب، مشان هيك الله سبحانه وتعالى بيضرب مثل، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، صح؟ فإذا الله سبحانه وتعالى يعني هلأ مثلا وقت سارة حملت وجابت إسحاق كانت عملية كبيرة،
يعني ست كبيرة 85 سنة ما أجاه دورة بطول عمرها عاقر وتحبل، معجزة. هذا الإعجاز الإلهي موجود إن كان في علاقات زوجية ولا ما في علاقات زوجية. الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بين عندما سئل عن العزل، قال والله لو صبيته على الحجر وعلى الصخر والله بده يخلق الولد، بده يخلق الولد، بده يجي الولد، بده يجي الولد، وشو ما عملت أعمال وأشغال، ومنهم من يجعلوا عقيمة، ومنهم الله بيرزق الإناث، والله بيرزق ذكور، ومنهم من الله بيعطيهم ذكور وإناث وتوائم وما إلى ذلك. بفضل الله نحن منعمين، بفضل الله نحن منعمين بنعمة الأولاد والأحفاد. الحمد لله، الله يديم عليكم، واللي ما عنده أولاد الله يرزقه، واللي ما عنده أحفاد الله يرزقه كمان وما إلى ذلك. فهون هي استغربت طبعا، بس عرفت خلاص هي تقية وقريبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعرفت إنه هذا الملك اللي عمل إلا قضى الله أمر، خلاص كن فيكون، وكان أمرا مقضيا. فحملته خلاص، صارت حامل، فانتبذت به مكانا قصيا. هلأ مرحلة الولادة، هلأ قديش صعبة مرحلة الولادة؟ أنا بتذكر وقت بدي أولى قبل واحد يحكي يعني مستشفى وممرضات ودكاترة وطبيب الطفل وطبيب واليوم هلأ عندهم هذول الإبر اللي بياخدوها مشان ما يحسوا بالآلام والمخاض. فسبحان الله، حدث ولا حرج، الحمد لله بألف نعمة. ماما كنا بجولان، كانت الستات كنشوف على صغيرة، صحيح كان عمري 12-13 سنة وقت نزحنا. الستات البداوة اللي كانوا يجيبوا يروحوا حطب أحيانا، تجي نحن بيتنا كان آخر بيت الضيعة بالمنصورة، يجوا ينزلوا لعنا يرتاحوا، خاصة بالشتاء القاسي، ولامين حجر هذا على ظهرهم. وفي مرة امرأة دخلت، أنا أمي عملت دايق لها، ولدت على الطريق وحاطة الجنين، ولسه الحبل الصرة كان مربوط ببطنها مع الجنين. تصور الإنسان اللي عنده قدرة تمشي وتوصل لبيتنا، وأمي تقعد تربط لها حبل الجنين وتوصل لها بالمقص وتلف لها إياه وتهديها للمرأة وتنومها عنها لحتى إجا جوزها وأخذها. يعني سبحان الله، أحيانا بقول قديش الإنسان عنده قدرة، طاقة كاملة، وقديش نحن كسالة. عن جد هاي الطاقة الكاملة الموجودة في بني آدم ما بنستخدمه. يعني إذا واحد نايم وبيقول والله أنا ما بقدر، بيجي أخوه بيقول له أعطيني هالشغل، ما تعبان ما بقدر حرك إيدي، خليه يطلع لفوق يشوف صورة، ما بدنا نقول حية، يشوف صورة على راسه، شوف بنتي شلون بدها تفز، والله لتنط من هون لهنيك، اللي كانت تقول ما بقدر أتحرك وأطبخ. ليش؟ هاي الطاقة الكاملة اللي خلاها تتحرك وقت شافت شغلة يرعبها. هاي هلأ مريم عليه السلام يعني قديش كان عندها طاقة كاملة موجودة، شوف شو بده يصير فيها. طلعت بنفس المكان الشرقي اللي بدها تقعد ترتاح هنيك، فوقت قعدت هنيك فأجاءها المخاض، خلاص إجا وقت الولادة، إلى جذع النخلة، سبحان الله وكأنه كان في نخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسيا. يعني كل امرأة أكيد بيكون زوجة واقف على راسها والأطباء واقفين على راسهم، بتحلف أيمان ما عاد أحبك ولا عاد خلف بحياتي من آلام المخاض، بس اليوم صار في إبر ما يحسه. أنا هيك بتذكر يعني كتير في ناس يحلفوا أيمان وخلاص توبي ما بعدين بينسوا. هاي تمنت بهديك اللحظة أنت كنت نسيا منسيا. ما بنقدر نقول والله إجا الملائكة بشرها بدك تحبلي يا لطيف ابنك، يا يعني بده يحكي والجنين. ويقال انه هي بالتفسير الاحاديث عند حملها وقت كانت تقعد لحالها بالمحراب كان عيسى عليه السلام يحادثها، وكانت وقت تطلع للمشاوير اللي بدها تقضي فيها كان يسبح في بطنها وهو في الجنين. معجزه، معجزات هاي، يعني من صدق ولا تصدق مثل ما بيقول، هاي معجزه. اذا انت ما مريتي بهيك مراحل، يعني المعجزات الفعليه، المعجزات البصريه السمعيه، اذا الانسان ما مر فيها نحن سهل كثير نقعد نقول يا شو هالحكي خلصونا بقى، او في ناس تقول يلا هي تجربتها هي، بس هي تجربه لها معاني انسانيه. يعني هون هي مريم بكيت، طبعا بدها تبكي لانه هلا هي بدها تعرف انه شلون بدها تواجه هالامه هي، وشلون بدها تربي هالطفل هذا، لا عنده بيت ولا عنده زوج ولا عنده مين يصرف عليها، صح؟ نحن الواحد ما بيتزوج وبيقول 3-4 سنين والله خلص دراسه ما بقدر احمل، ما بقدر اجيب اولاد لانه ما بقدر ادير بالي على الولد. انسانه قاعده بالمحراب تتعبد بالله، ما تعبد الله ليلا ونهارا 15 سنه وابوها ميت ومنفصلة عن أهلها وللعبادة، الله سبحانه وتعالى عم يرزقها جنين. فتمنت لو كانت
كنت نسيا منسيا، لو حدا ما يتذكر اسمي حتى. وسبحان الله إذا بتدرس بالإنسيكلوبيديا وتشوف أكثر اسم للإناث موجود بالعالم هو اسم مريم. المسلمين بسموا، واليهود بسموا، والمسيحية بسموا، والعرب بسموا، والأجانب بسموا، ممكن بسموا ميري بعدين مين مريم، والسبانيش بسموا مريم مريم، حتى مريم يعني the way we say مريم that's your name. سبحان الله، وكلهم قدوة بالسيدة مريم عليه السلام. سبحان الله، فناداها من تحتها أن تحزني. فبكيت هي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الله سبحانه وتعالى ما أهملها، أبعت لها السكينة والطمأنينة اللي حكينا بالبداية. نحن يعني السكينة والطمأنينة إذا بينزل على بني آدم it's priceless. شو قال؟ فناداها من تحتها. مين ناداها من تحتها؟ كمان التأويل على الله، ولكن المفسرين قالوا عيسى عليه السلام عند لحظة الولادة حدثها تحتها، لأنه لسه تحتها من تحتها، ألا تحزني، لا تحزني يا ماما، أنا ابنك، أنا بدي أكون إنسان، أنا يعني مو معقول يعني تحزني وأنا ابنك. قد جعل ربك تحتك سرية. سرية بيقول جدول نهر، مثل مية زمزم من رجل إسماعيل عليه السلام، معجزة كانت، فصار في مي يجري تحتها وهي قاعدة على تحت. ويقال أنه ملائكة، والله سبحانه وتعالى حتى يرفع شأنها الملائكة طلعوا أصوات من أسفل منها، كأنه هي قاعدة فوق وعم تسمع الصوت من الأسفل وليس من الأعلى لارتفاع مكانتها، والله أعلم. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. شوف هالكلمة هاي، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يا حبيبي لا في ممرضة تحط آيس كيوب على تمك، الستات اللي ولدوا بيعرفوا، ولا في زوج واقف فوق راسك يعطيك هيك شوية تاتش عندها. هاي شو بيقول لها؟ هزي إليك بجذع النخلة، يلا شدي حيلك يا مريم. شايف النخلة اللي قاعدة تحته؟ في حب هنيك، في حب النخيل البلح بده ينزل عليك تاكلي منه لأنك أنت عطشانة ونفسك مقطوع. شديه هزيلك جذع. الله أكبر، مرة عم تولد بدك تهز الجزع، لازم نجيب البطارية، لأنه بطارية هي. لا إله إلا الله، هاي أنا بتجنني والله، لو ما سمعت من الشيوخ وما قرأتها هذا الإعجاز، إنه الإنسان لازم لا يبطئ في العمل بكل الأحيان، لازم عليك السبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. كيف بده ينزل هالبلح لعندها؟ ما في مين يجيب لي إياه. لو ما دقرته بإيد عن نخيل بحالة ولادة، خلينا نقول ولدت هلا، قديش بيكون عندها قوة؟ قديش بيكون في طاقة كاملة؟ لأن النخل يعني مو مثل شجر الكرز والمشمش، المشمش بتهزه هزة بسيطة، خاصة إذا المشمش مستوي، يعني كنشوفها بالمزارع، نبع الصخر وما إلى ذلك، لا الجبل اللي على عرنة، شجر الكرز والمشمش، هزة صغيرة كان ينزل، أما بلح، والله بحياته ما حدا هز شجر ينزل بلح، ولا حتى الرجال. بس هذا الله سبحانه وتعالى بيقول لك حتى أنت في أضعف الأحوال لازم الدعاء، حتى إذا ما قدرت تعمل شيء لسانك ما تعطل، لسانك لازم يدعي. فهون بيقول لك وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فالموسم اللي خلق فيه عيسى عليه السلام موسم البلح، يا ترى هل هذا يطابق 25 ديسمبر؟ ما نعرف، لأنه 25 ديسمبر يعتبر the birthday right، فما بنعرف يا ترى في بلح ب 25 ديسمبر في بيت لحم، هذا مكان الولادة في بيت لحم. فكلي واشربي، شو بيقول لها؟ كلي واشربي، في مي تحتك وفي شجر هاي من الرطب. وقري عينا، ريحي عينك، قرة عين لك. القرة العين اول شيء ابنك، ابنك قرة عين هلا حست بالأمومة فورا. قرة عين وقري عينا يعني ارتاحي انت. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أجين هون في نذر، نذرت إنه ثلاثة أيام ما تعمل محادثة engagement talking، لا كيف حبلتي ولا شو صار ومن الملاك وشو، ما تتحدثي، يقيلوا ويحكوا قيل وقال وأنت ما تجاوبي يا مريم، بتسبحي تذكري الله واللي بدك يأساوي. فأقولي نزلت للرحمن فلن أكلم اليوم إنسيا، ما تحكي مع حدا.
فأتت به قومها تحمله. قديش الجرأة اللي عندها؟ قديش الجرأة هالإنسانة هاي الصبية اللي ما بتخلط الناس هذيك الأيام؟ هلا أمر من الله سبحانه وتعالى، خلص أنت جبت الولد وله أسباب، وهذا الولد بده يحكي من هو طفل، وهالناس هذا لازم يعترفوا أنه هذا معجزة من الله سبحانه وتعالى، بدك تنزلي على القوم ولازم يشوفوا إن كانوا رومان ولا كانوا الجنود بني إسرائيل. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم، وهذا أول كلمة طبعاً بدها تواجه، لقد جئت شيئاً فرياً. شو هالعملة هاي اللي عملتيها؟ كتير هذا العمل اللي عملتيه عمل منكر عظيم، ابن زنا، اعتبروه ابن زنا. يا أخت هارون، ذكروها بالأخوة بالأنبياء أو سلالة من سلالة هارون اللي هو، ما كان أبوك امرأة سوء، أبوك الله يرحمه عمران، وما كانت أمك بغية، قديش نعرف أنك تقية أنت. شو قالت؟ فأشارت إليه. هاي المعجزة أنه عيسى عليه السلام تحدث وهو في المهد. أول كلمة شو بيقول؟ بينسف كل الديانة المسيحية المعاصرة، نسف، ما في داعي أنت تقول ولا أنا أحكي ولا مين يحكي ولا نقول لا هو ابن الله ولا هو زس ولا هو دا، ما في داعي تقول، بس قول هالآية الكريمة، ردد ماذا قال عيسى. هذا قول عيسى، قال إني عبد الله. الله أكبر، الله العظيم، لازم تكبروا يا شباب، الله أكبر، تكبير بالمسجد يقول تكبير، الله أكبر. قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. من هو طفل الله سبحانه وتعالى، يعني مثل ما بيقوله هو داخل مدرسة الألوهية، الله سبحانه وتعالى الربوبية والألوهية، هذا التعليم لدني من الله سبحانه وتعالى في المهد. وجعلني مباركا أينما كنت، أنا أجيت بركة، بركة يا عالم، وين ما كنت وين ما رحت. أول بركة من بركاته كان المرضى اللي كانوا كتير منهم والأطباء، رغم أنه كان بهذاك العصر بيقولوا أشطر أطباء العالم كانوا موجودين، كانوا يعجزوا أحيانا عن يلاقوا يعني شفاء لأمراض معينة، فكان يعني عيسى عليه السلام كان هو يشفي بإذن الله ويبرئ الأكمة والأبرصة بإذن الله. قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني، التوصية من الله سبحانه وتعالى بشو؟ بالصلاة. كيف بده يصلي وهو ابن الله ولا هو الله؟ يا لطيف، أوصاني بالصلاة والزكاة، الزكاة ديروا بالكم على الزكاة، ما دمت حيا، وبرا بوالدتي. قديش هون أكيد مريم انبسطت، يعني أنت عن جد عم يعني من هلا عم تقول بدك تدير بالك علي؟ من هلا؟ من هو؟ أنا اللي بدي أدير بالي عليك، أنا اللي بدي رضعك، أنا اللي بدي حفظك، أنا اللي بدي أكرمك. من هلا أنت عم تقول وبرا بوالدتي؟ تصور أنا ابنك يا الله بس تكبر وتختير، يا الله يجي يبوس عصاك يقول لك يا حبيبتي يا ماما يلا خلينا نشوف الوصية، هالأسوان اللي لابستيها ماما لمين؟ الحقيقة يقال أنا عندي 4 أسوار ذهب وما اشتريتها، كانت هدية، هدية من أخت أمريكية عندما أقبلت إلي الإسلام، هدية أهدتني إياهن، من هلأ وزعتهم على أولادي 4 تبع نادر لهلأ معي، بنتي أعطيتها إياه وبنتي الثانية أعطيتها إياه، وعمر ما بلبس ذهب، لبسته لزوجته ومعي الإسوارة موجودة. نادر إذا أنا متت أنت تزوجت بعد وفاتها هي لزوجتك، ليش؟ لأن سبحان الله، أما إنه الله يجعل أولادنا بارين إلنا في حياتنا وفي آخرتنا، لأنه هي بالفعل كمان يعني نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، يكون عندك ابن بار، مو مثل ابن نوح، سيدنا نوح عليه السلام ابنه ما طلع بار، قال له يا بني اركب معنا، عم بيخاف وبيخاف بأدب، يا بني طلع معنا، طلع معنا سآوي إلى جبل، أنا راح أطلع عن جبل بابا، أنا ماذا أنت ما دخلك فيه، أنا بعرف دبر حالي، هيك ما دبر حاله. ليش؟ لأنه كان عاق لأبوه، يعني لا إله إلا الله. فهون قديش يعني الجملة حبيبي، يعني نحن مين أصلاً نقول هالكلام؟ هذا كله كلام الله. وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً، مشان هيك الديانة المسيحية اللي هي الإسلام اللي هي المبنية على العقيدة، بس لسه اسمها ديانة المسيحية، اتباعاً للمسيح، لأنه المسيح الله نادى، ما المسيح ابن مريم، ما المسيح عيسى ابن مريم،
صح؟ الله نادى بالمسيح. ليش؟ لأنه كان يمسح الهموم والأمراض من الناس. المسح هو تعمل هيك، فصار اسمه المسيح. قال له أنا ما رح أكون جبار ولا رح أكون شقي، مو جاي والله أخذ أملاككم بالقوة وجبروت، لأنه الشعب الإسرائيلي بهذاك الوقت بني إسرائيل خايفين من جبروت الرومان. الجيش الروماني كان يعمل الفساد، سرقوا الأراضي وصح حكمونا بمئات السنين. فعلى أنا مالي جبار ولا لي شقي، والسلام يعني أنا جاي بالسلم، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام علي، ذكرهم بأهم كلمة. البلد بيت المقدس كان ما فيها أمن ولا كان فيها سلام ولا كان فيها طمأنينة ولا كان فيها سكينة. قال لهم أنا جايب السلام، مشان هيك للمسيحيين بس يحكوا عن النبي عيسى عليه السلام، يحكوا بالسلام والمحبة، صح؟ صح حقيقية، صح، هي الديانة الحقيقية. بس ما ندعي أنه عيسى ابن الله ولا هو الله، حاشا لله، بس هو الحقيقي. والسلام، هذا سيد آدم، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والله سبحانه وتعالى بيستمر بيقول ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ونهاية الآيات أنتم بتقدروا تقولوها. المغزى من هون أكيد الوقت، يعني الحديث عن حياته لسه ما حكينا، مجرد يعني مولده. فاللي بدنا نقوله أنه نحن الفتن بدها تكون موجودة ليوم القيامة، وكل واحد منا يفتن بماله، بملكه، بولده، بأولاده، بدينه. والله يجعل كل الفتن علينا بكل الأمور ولا في ديننا. الله لا يفتننا في ديننا، لأنه ما نعرف إذا بدنا نصبر مثل ما صبروا آل ياسر، مثل ما صبروا بعض أولياء بني إسرائيل. الرسول صلى الله عليه وسلم وتنشتكوا له خباب وبلال، وأنه يعني بني أهل قريش عم يعذبونا كتير، كانوا يجي يورجون أنه الجلد والعذاب اللي كان يمروا عليه. فقال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم صبرا، لأن أحدهم في أيام بني إسرائيل ينشر وهو حي، كونه قال لا إله إلا الله. هاي حديث صحيحة. وبتعرفوا أصحاب الأخدود شو قالوا؟ كلهم قالوا أن الملك أنت مو ربنا، طلع إلهنا إله هذا الولد اللي كان بده يصير ساحر، فتعلم على إيد الراهب وصار ما له نبي. بس قصة أصحاب الأخدود شو عمل الملك؟ حطهم، عمل خندق وزتهم، واحد ولا الثاني حرق انحرق. بس كلهم قالوا ربنا الله. أنو فتن نحن عم نمر عليها؟ لا بحجابي ولا بصلاتي ولا بذكري، ما لا. أنا شخصيا ما مريت بفتن. عندنا الجرأة إن شاء الله، يعني الجرأة والشخصية والعلم إن شاء الله، يعني أن تعرف أمور دينك وتعرف قصص. يعني أنا كنت دائما بالشغل بالوقت يجي وقت الكريسماس، دائما كنت واقف أحكي لهم عن محبتنا نحن لعيسى عليه السلام، وأحكي لهم قصص عن مريم. والله كانوا يقولوا لي you know more about my religion more than I do. They don't know nothing. They know Christmas and that's it. يعني I'm not here to talk about that. قلت أنا ما بدي أحكي لازم أحكي. حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. نحن من آمن بكل الأنبياء فأن كلهم أنبياء، ولا نفرق بين أحد منهم إن شاء الله تعالى. عيسى عليه السلام نبي ورسول، وسيعود إلى الكرة الأرضية إن شاء الله، يملأ بالسلام ويكسر الصليب ويذبح الخنزير ويعم السلام بعد عودته للكرة الأرضية، ويكون مسلما حقيقيا، ويصلي وراء الإمام المسلم في البيت الأقصى وفي جامع المنارة البيضاء في شرق دمشق. الله أعلم هذه أحاديث. جزاكم الله خيرا. إن أخطأت فمن نفسي، ومن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى، سامحوني. جزاك الله ألف خير. والله ما شاء الله عليك، جزاك الله خير، يعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا. سؤال ممكن استفسار مديحة؟ أفضل إذا مدير وقت بيكون زابية، وقت بيحكي سيدنا عيسى السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، طيب هو ما مات ولا رح يبعث حي، هو موجود. هو قال ويوم أموت، رح يموت موت طبيعي بعد ما يرجع.
راح بيرجع بيعيش رد بيموت بيعيش 10 سنين بيموت بيموت بعدين بيرجع بيعيش بعد بيعيش حيموت ويوم أموت ويوم أبعث حيا يوم القيامة عشان يعرفوا إنه مو إله هو إنه مات يعني مثله مثل غيره بيرجع بيعيش 10 سنين بيموت بعدين الله بيرجع بيبعثه مثله مثلنا يعني شكرا. يعني عودة المسيح والدجال هذول من العلائم الكبرى ليوم القيامة إن شاء الله ما منعيش هذيك الأيام ولا منشوفه أنا عظيمة جدا الله يرفع عنا هو بيتو معناته بيموت قبل يوم القيامة طبعا. حيموت ويروح يبعث طبعا ما في غير وجه الله بيتم حي طبعا مثل الآية تحكي حتى جبرائيل بيموت حتى ملك الموت عزرائيل بيموت كلهم بيموتوا في قصة حلوة عليها يعني شلون ما بيموتوا بالترتيب يعني سبحان الله مديحة أسألك سؤال خلصت ريما يا شكرا أهلين مديحة سؤال نعم سمعت إنه عيسى مريم مدت حملها بس ساعتين سمعت هل سمعت شيء أنت بهال أنا سمعت ما أقول لك بس أغلب الشيوخ بيقولوا لا حملها كان حمل كامل في ناس بيقولوا حمل مو معقول حمل كامل حمل كامل كل الشيء قالوا حمل كامل حتى مو معقول بساعتين تروح تورجي للناس ويروح يحكي مع عاوي خاطبه ويحكوا عليه مو معقول هيك ساعتين تفسير الله اعلم يعني ما لانه ما عم يقطع القلب فحملت به فانتبذت يا الله اعلم نحن يعني اللي بيهمنا انه يا ترى نحن كيف شو بنتمنى لاولادنا يكونوا نجدد نوايانا صحيح نحن جبنا اولاد نجدد نوايانا أولادنا يكونوا صالحين مصلحين خير للأمة الأمة عامة مو بس الأمة القومية الجالية المحددة الصغيرة ما يكون يعني النطاق طبعاً ما يكون تفكير العكس يعني humanity لازم يكون عندك humanitarian ideas مثل الايديا اللي دكتور حاجة من دونه نحن ما عملنا الايديا دي كل يوم غسلت قميصي بيقول proud Muslim خليني وقف أنا هذا